تعالوا اكلمكم عن اجدع واشطر بنوته شفتها في حياتي. البنت دي اسمها حنين، قابلتها لما كنت في اسكندريه، هي وخطيبها عاملين فكره حلوه قوي، بارتيشن اسمه هابي كورنر في فود كورت الشمس عند محطه مصر. البارتيشن ده فيه كل حاجه حلوه ممكن تقول للدايت البقاء لله، من وافل وفريسكا وبطاطا وكل حاجه بيعملوها بنفسهم. ومش عايزه اصدمكم بس دي كانت اول مره ليا ادوق الفريسكا، حنين ظبطتها لي كده وحطت لي فيها سنيكرز وكارميل، وبجد انبهرت اول ما دقتها، ازاي كل السنين دي عمري ما دقت فريسكا قبل كده. ومش بس كده، هم طوروا من الفريسكا وعملوها شبه التاكو، بيحشوها بالايس كريم وعليها اي صوص تختاروه، رهيبه برده وطعمها عجبني قوي. وعايزه اقول لكم بقى ان مامت حنين ما بتسيبهاش خالص وواقفه معاها طول اليوم. وعايزاكم تبقوا تسالوا عن البطاطا المشويه اللي من ايد ست الحبايب، وتقدروا تغرقوها باي صوص تحبوه، احنا حطينا كارميل ولوتس، ودي بقى هتبقى حلوه قوي في الشتاء علشان بتبقى لسه طالعه وسخنه والصوصات مغرقاها. ومش بس كده، بيعملوا كمان الوافل السخن المقرمش اللي بتختاروه باي فليفر تحبوه. انا اخترت النوتيلا مع اللوتس، وعلى قد ما هم مهتمين جدا بالكميه والطعم، فهم كمان مهتمين ان اسعارهم تكون كويسه ومش اوفر. وبجد الحاجات اللي انا دقتها دي ما صدقتش ان اسعارها هتبقى حلوه كده.